سلام عليكم، حياكم الله شيخ فاضل. ارفع صوتك شيخ. انا الخلل في الجهاز، انا بشوف صوتك. حياك الله، سمعك شيخ فاضل، شلونك؟ اهلا ومرحبا، حياكم الله. انا حياكم وجعل الجنه مثواكم. امين يا رب، اللهم اجعل الجنه مثواي. يا شيخ احببت اخذ من وقتك نصف دقيقه. انا بخدمتك خادم رمعي، حياك الله يا شيخ. يا شيخ، حكم يعني شرب لبن القطن، ان كان يعني لبن انثى الحمار. نعم، انا قرات روايات لابي عبد الله عليه السلام بالجواز. نعم نعم يا شيخ. طب هل يجوز ان انا اعمل منه زبادي؟ يجوز على كراهه. نعم، الكراهه زبادي، لك الزبادي كراهه، لكن شربه كده عادي. طب يا شيخ، حكم اكل السمك الذي ليس له فلس، السمك اللي هو ليس له قشور. حرام حرام. احسنتم احسنتم واقعا يا شيخ فاضل. يعني دلوقتي يجوز ان انا اشرب لبن الحمارة وعلى قراءة ينفع اعمل منه زبادي للاولاد، اما السمك الذي ليس له قش لا يجوز. من اين اتيتم بهذا؟ مش ده يعتبر دين يهود يا شيخ فاضل؟ من اين اتيتم بهذا؟ هل اهل البيت علموكم ذلك؟ اليس هذا كذب على اهل البيت؟ سيدنا انت الان مخطئ. لا يا شيخ فاضل، انا اسمعني اقول لك يا شيخ فاضل، انا سني، اسمي رامي عيسى، سني سلف. واضح انك سني وانك وهادي وليس بسني فقط. طيب شكرا يا شيخ. يا شيخ فاضل، انا سجلت هذه المكالمة، تسمح لي ان انا ارفعها على اليوتيوب؟ انا اسمح لك، ما عندي مشكلة. طيب ان شاء الله سترفع اليوم على اليوتيوب وتشاهدها يا شيخ فاضل. شكرا لحضرتك على اعترافات حضرتك الجميلة. كما سمعتم يا شيعة، معمميكم بيقول لك حرام تاكل السمك اللي هو ليه قشر. ليه؟ لانه نصيبي بيبغض آل البيت، اي سمك ليه قشر ليس له قشر بيبغض آل البيت. لكن لو سمك معمم تاني اللي علينا نرد عليه فيما بعد، لكن لو سمك ليس له قشر حرام انك تاكله. ليه؟ لانه نصيبي. طب لو دلوقتي لو في لبن حمارة تشربه، يجوز تشربه بس؟ لا، ويجوز تعمل منه زبادي على قراءه الاولادك، وتعملوا رايب وتحطوا في التلاجة عندك. شفتم يا شيعة معمميكم وصلوكم إلى إيه؟ شفتم يا شيعة معمميكم وصلوكم إلى ماذا؟ اللهم ادعوهم الشيعة من أيدي هؤلاء المعممين، وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة.